تاريخ سوق جميلة، أتوقع من 1970 تم بنائه، وتم بنائه على مرحلتين، وعلى مرحلتين أكو أهالي هي الفواكه كانت وللخضر، الخضر مال جمعيات وأمانة بغداد تابعة. فهاي العالم إحنا على مدينة تابعة لمدينة الصدر، استفادت من عند مدينة الصدر والمناطق الشعبية فهذا كلش كبير، لين عمال وكتبه فاستفادوا من عنده، ومنطقه صايره بين المناطق الزراعيه بالنسبه لضواحي بغداد، بين مثل اهل العنبقيه والخان واهل دياله وبين اهل الصويره. فموقعه استراتيجي بالنسبه للبقيه المناطق الزراعيه. وقلت لك الكاسب والعامل وكلها مستفاده من عنده. وكانت موقعه محافظات كلها تشتغل تشتري من عنده، بس انه صارت مكان شو اسمه علاوي قريبه عليه وهي بالسعديه، الايجار مال العلاوي مال جميله كلش غالي. انفتحت علاوي وين؟ بالسعديه وبغير بالتاجي ما ياخذون العمولات، بينما هنا ياخذون العمولات، فرقت على البقال. البقال في شي حاله الزراعي يعني تذى المنتوج الزراعي، العمولة يعني راح يزداد السعر مال العمولة، بينما المستورد ما صافي ما ياخذون عمولة. البضاعة كلها محلية، ماكو البضاعة كلها تجارية، ماكو محلية، يعني كل هذا الاستيراد وهذا كله تركيا، إيران، ما شنو، ما عندنا مصانع هنا أبد، زين؟ سحبونا
صار لنا شغل هنا قوي وايد هنا كل بيت. معلش ذهبت. تفضل. في ناس حسوني على القار. سوق جميلة من الأسواق العراقية القديمة اللي يمتد تاريخها تقريبا بداية السبعينات، حيث كانت يعني كان سوق جميلة، معامل صناعية لصناعة المواد الغذائية مثل الشرابت، البساكت، الشكليت، وللمواد الإنشائية مثل كان الكاشي، الأمور الأخرى، البلوك غيره، إضافة إلى ذلك المعامل الميكانيكية لصناعة مختلف المواد الصناعية اللي تدخل بكافة الاستخدامات المواطن. هاي المعامل كانت معامل قوية ومعامل إلها اسمها بالعراق، ومشغلة كمية أو عدد كبير من الناس، بحيث إلها كان إلها ثقلها وإلها وزنها. مرت العراق بظروف الحرب المفروضة اللي بين العراق وإيران، إضافة إلى ذلك وظروف الحصار الجائر اللي مر به العراق، أصبح تحول السوق من سوق صناعي إلى سوق تجاري لتجارة المواد الغذائية، فأصبح مركز لتجارة المواد الغذائية للعراق كله، بحيث أصبحت علوة جميلة تصدر للمناطق الوسطى والجنوبية بمختلف المواد الغذائية من الطحين بالمواد الأخرى. إلى أن وصلنا إلى فترة السقوط، وحصل السقوط، تحولت علوة جميلة إلى انتكاسة، ما بقى إلها ذاك الثقل القديم مثل ما كان قبل، إلها تأثير كبير وتجهيز للمواد الغذائية في العراق كله، فأصبح مكاناتها محدودة بسبب عدم استقرار الوضع الأمني.
انا صار لي هوايه بالعراق، صار لي فوق 30 سنه 35 سنه بالعراق، ونعرف ان سوق جميله على مستوى العراق، السوق التجاري ما الجميل ما العراق كليته. صارت ورا السكوت هوايه علاوي فتحت اثرت على سوق علوه الجميله. يعني قبل كنا معروف ان في علوه بالموصل، علوه بالبصره، علوه بالنصريه، علوه بفلان محافظه، هسه بين محافظه ومحافظه اربع علاوي خمس علاوي، اثرت على السوق، وخاصه سوق جميله. سوق جميله صارت من صار الصنار هنا بجميله قبل فتره هم اثر على السوق كلها، صارت العلوه البولاني، علوه مال الدوره، علوه الترابيه، هم كلها دي اثرت على السوق. هم الازدحام داخل بغداد هم اثر هم برضه هم على السوق هنا. فكل العالم اكتر البقال يقول لك على مود الازدحام خلينا نسوق بخارج جميله، يسوق من الجديده، يسوق من الدوره، يسوق من اليوسفيه، اقرب له واسهل له الطريق سريع وما يتعطل بالازدحام وهي الشغلات. اما بالنسبه للجميله احنا نعرف جميله على مستوى العراق كان هو ميناء العراق العام على مستوى العراق كليته، هي كانت جميله بالنسبه الغذائيه، بالنسبه لادوات يعني مواد غذائيه، مواد زراعيه، بالنسبه لكل شيء كانت هي جميله، كل الميناء مال العراق كليته. حتى المعامل كانت اكثر المعامل العراق موجوده، اكبر معامل العراق بالنسبه للبسكت، بالنسبه لكل شيء، كل شيء كانت جميله هي الميناء العام مال العراق كليته. الساعة واحد أحمد من الطلال مشترينا مليون Thank you.
احنا اليوم جميلة، هي تعتبر هي قلب بغداد ومن الأسواق التجارية الكبيرة جدا، وقائمة بالتجهيز كل المحافظات، كذلك محافظة بغداد، بغدادنا الحبيبة، لتجهيزها من جميع المواد الغذائية وكل المخبر، كل الأمور هذه. ولكن بهذه الفترة الأخيرة وبتأثير الظروف أصبحت السوق ليس كما عهدناه سابقا. قبل إحنا أصحاب يعني عمل وأصحاب لوريات وأصحاب سيارات، إذا تدخل شوارع جميلة ومن ضمنها شارع الوسيلة، شارع يعني يكتظ بالمتبضعين والسيارات وكل الأمور. أما هذه الفترة فترة يعني 50% انخفض نشاطها عن نشاطها السابق.
والله سوق جميلة. هو السوق ما احنا نعتبره ميناء العراق، وهذا السوق ماكو اهتمام به نهائيا، لانه سوق اللي يمول العراق كله يجي من كافة المحافظات. السوق مثل ما تعرف انت مثل شبه انتهى، لانه المواد بي غلط، المواد بي صاعده، المواد بي بعد احتكرت من قبل التجار، وصارت الامور مو مذاك اللي بناء. وبعدين تجي على جميله تلقاها هنا يعني زباين، وتلقاها شوارع لاكو منظمه، ولاكو السوق منظم، ولاكو البي شغله، والشغل انتهى بي، لا شغل لا عمل لا شيء، ماكو شغل بي ماكو. وهو يعتبر من الأسواق المهمة بالعراق، يعني من شو تريد من عنده تجي من كافة محافظات العراق. أي فالشغلة وما بيها، إحنا نريد أنه الدولة تهتم بهذا السوق. هو سوق جميلة من الأسواق المهمة، وتسوي شغل، تفتح شغل بيه، تفتح مشاريع، تفتح شيء حتى إحنا نقدر نشتغل. هسه إحنا نزلنا إلى الحد الأدنى من عنده، يعني مثل الحمال لا يشتغل، أبو التاكسي لا يشتغل، أبو الكي لا يشتغل، الأمور صاعدة، الأمور منتهية، الأمور منتهية فد مرة منتهية الأمور من شنو؟ من وراء الدولار. هذا الدولار من صعده صارت الورقة البيضاء، هذه الورقة المو بيضاء، هاي الورقة السوداء صارت علينا، لأنه هاي الورقة البيضاء هي اللي صعدت الدولار، وهي اللي صعدت الأمور، وصعدت هذا وخلت جميلة بعد ما يشتغل. ونزلنا إلى أنقص الأمور، إحنا يراد الاهتمام بيها. هذه لو ترفع من عندنا الورقة البيضاء ويرجع الدولار مثل ما كان، إحنا كنا نعيش بجميلة، إحنا عايشين بيها، وأصحاب عوائل، الحمال عايش بيها، أبو السيارة عايش بيها، التاجر عايش بيها، والفقير عايش بيها، وكل واحد عايش بيها. وهذه الأمور هي أنت تشوفها بعينك هسه، هاي جميلة اللي كانت ما إلك ما حترجت بيها، هسه جميلة شولة ماكو أحد بيها، وجميلة منتهية جميلة من كل النواحي.
نشكر قناتكم هاي الموقره اللي جتنا. سوق جميله جميله، مركز بغداد جميله قديمه جميله في كل حضارتها. هسه جميله متجي عباره عن بقع عن بوره، شوفها شلون مهجوره بعض. انت بس بقى صور شوفها وضعيه تعبانه، شلون يجي بيها الضايج الجميله يتريق الله يسوي. هسه بشر ما بيها، عرفت شلون؟ سبب هو كثره علاوي مال يوسفي عندك مال الدوره، مركز هسه صار الثقل بالدوره معلوت الرشيد علوت البولاني، عرفت شلون؟ باوع هذا برا صار جد 23 يوم صور الاثيث براد ما رق 23 يوم، كان هذا ساعات نخلصه ساعات يخلص هذا البراد ما رقي. يعني الوضعيه جميله تعبت قبل المتباوع على وضعيته، وبالاضافه الى ايجارات الله شاهد ظلمونه. انا 8 اشهر ما دافع ايجار، وضعيتي تعبانه منين اجيب؟ يعني وضعيه الايجارات تعبانه، حركه العمل تعبانه. هاي قاعد تشوف انت قدامك اكو بشر، هاي علوه رسميه هي مركز بغداد جميله باوع. هاي احنا عندنا مقابلنا الغذائيه المفروض حركه، شوف حركه مال الناس مال العمال مال سيارات ماكو. الله وكتبه ورسته وضعيتنا تعبانه، 8 اشهر ما دافع ايجارات. هسه اريد واحد يجينا يطلع عنا، مو احد يقابلنا يقول هذا شنو وضعيتكم؟ بصر صار 18 يوم، اي بصر 18 يوم هذا باوع زرع وقاعد نقصه، جبت كتر نقص بالبصل نقص طلع شيخ ونقص شيخ من الضيم يا عم. بعده لا والله ما ولا تبرك ولا حمله والله يا معلم. هذا السوق كان للقطاع العام، يعني قطاع الدولة، بعدين صار قطاع ورا كم سنة صار قطاع مشترك اللي هو بين اللي الدولة وبين التجار، وبعدين أصبح قطاع خاص.
كما تعرفون انتم سوق جميلة من الأسواق المهمة، وأسواق عايشة بيع يعني عوائل وأعداد كبيرة جدا من أبناء مدينة الصدر، مو بس أبناء مدينة الصدر وبقية المحافظات الأخرى زين، ومركز حي ومهم جدا جدا للمحافظات الشمالية والمحافظات الجنوبية بالإضافة إلما يعني سوق جميلة. أنت تصور يحدد سعر الأردن سعر الطماطة والخيار بالأردن، سوق جميلة هو اللي يحدد البرتقال سعر البرتقال وين في مصر، فسوق مهم جدا، سوق عوائل عايشة به كثيرة، مو يعني أنا أقول لك إذا أقول لك بآلاف لا قليل، يمكن توصل إلى نسبة ملايين خاصة من أبناء المدينة والمناطق المجاورة لها وبقية المحافظات الشمالية والمحافظات الجنوبية، وهذا سوق حي ومهم يعني مهم مهم إلى كل العراقيين. سوق جملة مثل ما تفضلت سوق جملة، وسوق الجملة يعني تشوف الأسعار به دائما هي أرخص من الأسعار المفرد، فسوق يعني هي عائلة يعني عايشة به ناس وعوائل كثيرة جدا، وهذا السوق يعني سوق قديم مثل ما تفضلنا، كان تحول من قطاع العام إلى قطاع المشترك بعدين إلى قطاع خاص، بس إحنا نطالب يعني طلب شوية عندنا أن أمانة بغداد شوية تعيننا بالإيجارات، لأن إيجارات مثلاً هسه أنا مثل مكتبي هذا مكتب 12 20 مليون بالسنة زين، فيعني نحاول تحاول يعني أمانة بغداد، وهذا السوق يعني سوق هو أثري وسوق عوائل عايشة به وعوائل، أن نطالب السيد الأمين المحترم أن نطالبه بتخفيض الإيجارات. Thank you.
سعاد كملت سعاد سعاد